نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيك يا شيخ في أن هناك مشايخ ضرار في النظر، يعني لا يرون، فيدرسون في مدارس الثانوية أو المتوسطة للبنات، فعندما تريد المرأة عند قراءة القرآن يجب أن ترتل، فما رأيك عن تحسين صوتها أمام الرجل؟ تدريس الأعمى للنساء إذا كان موثوقا لا بأس به، أما إذا كان مشتبها فيه فإنه لا يجوز أن يدرس، بل يجب أن يمنع من التدريس على أي حال كان. ويبقى السؤال، إذا درس هل يجوز للمرأة أن تنظر إليه؟ والجواب نعم، يجوز أن تنظر إليه بشرط أن لا يكون ذلك عن شهوة، لأن نظر المرأة إلى الرجال ليس بحرام. ودليله حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستر عائشة رضي الله عنها وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. وأما تلاوة القرآن عند هذا الرجل الأعمى وتحسين المرأة صوتها بذلك فأخشى أن يكون فيه فتنة، وأرى أن ترتل القرآن ترتيلا بدون تحسين الصوت، لأن تحسين الصوت خطير بالنسبة للمرأة ولا سيما الشاب. وقد قال الله تبارك وتعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فهي ترتل لكن بصوت عالي بدون تحسين، ولا تحسن صوتها.